لا ما انا بكلم سعادتك من مين؟ لا المركب لسه ما دخلتش، هي موجودة في الغطس بس ما دخلتش الرصيف. طبعا يا فندم. طب ثانية واحدة يا فندم. الو؟ آخر إيه؟ إيه أخبار مركب باريس إيه؟ ربع ساعة تبقى على الرصيف؟ طيب شكرا. أسعد الباشا. ربع ساعة هتبقى على الرصيف. لا طبعا يا فندم. ما تخافش. كل حاجة هتبقى تمام إن شاء الله. لا ما أنا بعد كده هنزل على مصر يا فندم. طبعا تحت أمر سعادة. ماشي يا فندم. مع السلامة. أيوة يا فريد. ابعت لي الظباط اللي عندك يا فريد. ماشي. مع السلامة. على المهمة اللي انا بعت لكم عشانها. في اشارة جات لنا من باريس ان المركب اللي هتوصل من باريس دلوقتي وهتخش الرصيف عليها واحد من اكبر رؤساء عصابات التهريب الاثار في العالم. الراجل ده جاي مصر ومعاه قلادة مزيفة لتوت عنخ امون تشبه القلادة الحقيقية بالظبط. هو عايز يغيرها اثناء الحفلة اللي هتقام احتفالا بوصول اثار توت عنخ امون في مصر. الراجل ده الاشاره بتقول ان هو لابس بدله بيضاء وكرافته حمراء. انا عايزكم تتعاملوا معاه بمنتهى الحذر. اي نعم هتفتش كل حاجه بس تدوله فرصه ان هو يمشي بالحاجه اللي معاه ويسافر بيها مصر عشان نعرف مين اعوانه في مصر. اهم حاجه يا جماعه في المهمه دي السريه الكامله. وما تنسوش القضيه دي تهم البلد كلها. يلا يا جماعه روح ربنا معاكم. بدلتك ليه؟ مش عارف حسيت ان في اخباريه علينا. وبعدين الافندي اللي هناك ده ماله؟ ابو بدله بيضة. اه لقيته لابس بدله زيي فقلت انا اغير ويا ريت تغيري شنطته بشنطته. طب لو اتكشفنا؟ احنا وحظنا. جمدي قلبك. السكة من المطار لهنا زحمة ازاي؟ عايزين نعرف ايه الأخبار؟
حسني اتاخر. يا حسني ايه الاخبار؟ وصل الشارع محمد علي. فين الشارع محمد علي؟ نادي الموسيقي اسمه سيد سيكا. تاني بيت سيد سيكا. هو في حاجه حصلت في البيت ده قبل كده يا فندم؟ فاكرين طبعا قضيه محمود الانونجي اللي كان قتل مراته وعوضنا عليه بعديها باربع سنين، كان مستخبي في نفس البيت اللي راح فيه طلال دلوقتي. وهتعمل ايه يا فندم؟ هقول لكم بعد ما اتصل بالسيد المدير. ايوه سيد، اديني ساعة الباشا. اخبيه ازاي عرفت منكم؟ ايه؟ وسحبت له شنطة. تعرفين الشنطة دي فيها ايه؟ ايه؟ عارفينك مان. ولما انتوا عارفين سبتوها ليه؟ عندكوش فكرة العملية دي مصروف عليها قد ايه؟ عارفين يا فندم. بلا فندم بلا زفت. تعرف الكوماندا في روما هيعمل فينا ايه لو عرف؟ عارفه. ولما انت عارفه سبتيهم ليه؟ سيبني انا بس وهعرف ازاي اجيب لك الشنطه. ازاي بقى؟ دي شغلتي. اصلك انت ما تعرفش هناء كويس. مش مهم هناء وشيرين، المهم الشنطه واللي فيها. يا سيدي ما تشغلش بالك، انا هعرف ازاي اجيب الشنطه واللي فيها. ازاي؟ ما تبقاش عصبي. امال انا هسال في شركه الطيران اسماء كل الركاب واعرف الزبون ده مين وبيشتغل ايه ونازل فين، ومن هنا هعرف اجيبه. خلاص بقى. استرليني و يا اختي يا جمال. ايه ده؟ ايه؟ ايه يا اخويا؟ ايه ده ليا؟ ايه ده؟ الشنطه اتغيرت. غيرت؟ مين اللي غيرها لك؟ مش عارف. لا مش عارف. افتكر. ايوه حبيبي افتكر، تكون حطيتها كده ولا كده ولا كده. حطيت فيها النوت الموسيقيه. النوت الموسيقيه؟ يا خيابي يا خيابي، دي مصيبه. مصيبه ايه دي؟ كارثه. طبعا كارثه يا روح الروح. لو الاستاذ محمود الانونجا كان معانا كنا شلنا الهم. هو فين محمود الانونجي؟ ده كان فنان ولا كل الفنانين؟ الله يجاز اللي كان السبب. خدوه يا روحي من الدار للنار. يا جماعه ده مش وقت عياط، عايزين نفكر ازاي نجيب الشنطه. شنطه ايه اللي عايزين تجيبوها؟ جاي حسب الله يا ابو مخ ظلم، انت مركب لوش في نفوخك. شنطه الاستاذ الكبير طلال. اسكت انت، مش حتى تفهميني. يعني ايه يا عيني؟ مفيش حاجه، انا عايز افهم من الناس اللي بتفهم. ولا ايه الحكاية انت الهان؟ شنطة الأستاذ طلال ضاعت منه وادوله واحدة بدلها. صعبة دي؟ مش صعبة ولا حاجة، واحدة مجان واحدة، يعني شنطة مجان شنطة. يا أخي الحكاية مش حكاية الشنطة. أمال إيه اللي بدل الشنطة؟ إيه يا الهان؟ أنت اتحدتي باللوزة؟ جرامة دي أنت خلاص. وحياة نضارتك المسحة ما أنت بقيت فين؟ يا فرقة غاغة. معلش معلش يا بطلي ستوب. بس انا قلت اسكت، يعني اسكت انا بقى اللي هفهمكم. انا بقى تسكتوا خالص ويفهمنا بقى الاستاذ الكبير الفنان العظيم. يا ميه الطيب فهمنا يا استاذ طيب. يا جماعه الحكايه مش حكايه الشنطه، النوت اللي جوه الشنطه. انت زعلان يا استاذ عشان خاطر النوت؟ طبعا لازم يزعل يا ابو مخ نشاف. انت بتشك في مقدرتي؟ بتشك في موهبتي؟ ايوه يا استاذ، انت بتشك في قدراتي الاستاذ حسام الله الحادي والعشرين. يا سيدي لا. يا استاذ انت الحانك هنا. ايه ده يا استاذ طياي؟ انت ما عندكش فكره عن مقدرتنا الفنيه. يا جماعه النوة دي هي نوة الالحان اللي انا هغنيها هنا. استاذ طلال ما تخافش، انا هجيب لك الشنطه. تجيبيها ازاي؟ خليك ورايا يا اخويا، طلع. ايوه يلا يا سيدي. الراجل المهموش روح اللي هتتعبش. بتقولي هتجيبيها ازاي؟ ارتاح انت بس وانا هتصرف. قبل لوزه نعمين يا روح. خديها على الشقه اللي احنا اجرناها لك. طيب قومي يا ضنايا، جت الحزينه تفرح. هوصلك لحد الشقه واطلع على فوق. عدي يا زنبالك عدي. خلي عندك. معلش يا اخويا معلش، خدمتك واجبك. لقيت الشنطة؟ لا يا اخويا شنطة ايه؟ وما بتغلطي ليه يا أبلة؟ لقيته، لقيت السلم الموسيقي بحاله، حسن نهاوند. الواد ده وش نحس من يوم ما دخل علينا من خمس سنين قبضوا على عمك محمود الأنونجي. طب وأنت زعلان ليه يا بابا؟ وإحنا مالنا؟ اسكت أنت يا بنت، أنت فاهمة حاجة؟
ازيك يا عم ازاي؟ على كيفك؟ ازيك يا لام؟ انت تعرفني؟ طبعا انا عارفك من زمان قوي بس ليه جيت نسياني؟ تعالي سلم على الاستاذ. ويطلع مين الاستاذ بقى؟ لا ما تقولش كده بقى يا حسن، انا هوان الاستاذ طلال المطرب الكبير قوي. اهلا وسهلا، انا سعيد قوي اني شفتك يا استاذ. وانا كمان سعيد بيك قوي، نحب نشوفك دايما. ان شاء الله هنشوفك كتير. ادفع. يلا بينا. على اوضتك يا اخويا. يلا استاذ. حسن نهوان حبة صابة يا حبيبي يا حبيب قلبي، وحشتنا وحشت اللوكيشن. انت لغاية دلوقتي ما أجرتيش الأوضة يا ست روزي؟ أأجر إيه؟ أأجر إيه يا قلبي، دي مشغولة بحبك وبقلبي. للدرجة دي هواك غيرني؟ للدرجة دي هواك خلاني؟ يا ظلمني يا لهوي. حيرتني معاك، حيرت قلبي معاك. وليه تداري وتخبي؟ قولي يا لوزة، قولي يا لوزة، ما أقشر زي زمان. حاضر يا لوزة. إلى الغرفة يا لوزة. خش برجلك اليمين، خليهم بالاتنين. هقع. اقع وخلصني يا أخويا. حاضر يا ست لوزة. لا مش ست لوزة، يا لوزة مقشرة زي زمان وفكرني باللي مضى. حاضر يا لوزة مقشرة. اخت عليا بعليك. بقولك ايه؟ جعان ولا شبعان؟ متغطي ولا عريان؟ عملت فيك ايه الايام؟ ما بلاش. يا ما نفسي ومنعيني اجيب لك الدنيا كلها. انا النهارده هعلق الرياض وانور العماره بالكهرباء. ايوه بس احنا كده ممكن نعمل قلق للسكان. قلق مين يا ولد هوان؟ ما تزعل، انا صاحبه الميكو، حر اعمل اللي يعجبني فيه. بقول لك ايه؟ ايه؟ احضر لك لقمه يا عينيا، تلاقيك صايع وضايع والدنيا ملطماك شمال ويمين. قوي قوي يا لوزة. يا لوزة مقشر يا واد. يا مقشر يا واد. مش قادرة، مش قادرة. خلي بالك من اللحمة يا لوزة. مالك يا بابا؟ شايفك متضايق من ساعة ما شفت نهوان. أنا مش مطمن لحسن نهوان ده أبدا يا بنتي. ليه بس يا بابا؟ من 5 سنين ومن غير ما حد يعرف دخل الشقة دي حسن نهوان، ومحدش عارف كان بيشتغل إيه، هو عازف ولا لأ. كان مستخبي عندنا من سنين طويلة عمك محمود الأنونجي، وكان احسن انونجي في الشارع يا بنتي. الدنيا ضحكت عليه، حب واحده مش من طوبه اتجوزها، ولما عرف ان هي بتخونه قتلها وجاز تخبى. الشارع ده يا بنتي ياما فيه اسرار. طب علينا حسن نهوان زي غراب البين، انقبض على عم محمود وما لقيناش نهوان. من ساعتها يا بنتي وانا ما بشوفه قلبي بينقبض. طب واحنا مين بقى يا سي بابا مستخبي عندنا دلوقتي؟ هي ايه يا الهام؟ انا مش فاهمه بس انت متضايق ليه؟ نفسي افهم الشنطه دي اتغيرت ازاي؟ انا عايزاك تروق كده وما يهمكش اي حاجه، وان شاء الله كل حاجه هتبقى تمام يا رب. بس انا عايزاك بقى تغني لي غنوه، وحشني صوتك قوي. ثانيه واحده. ايه راح فين؟ دقيقه واحده وجاي. بيقول بياتي اخ فكرتني باللي فات حبيبي. منور شايف. اتفضل يا حبيبي. تسلم ايديك. تسلم لي يا غالي. اخ يا بالهنا. ايه الحلاوه دي؟ تسلم لي قلبي انا وشفا. وايه اللحوم دي كلها؟ بالهنا والشفا. لكن ست طلال اللي كان بيغني ده صوته حلو قوي يا لوزه. ست طلال ده صوته كروان. انت ايه اللي رجعك عندنا هنا؟ ايه يا عم سيكا؟ ها؟ الزمن يا عم سيكا. انت تلم عذالك وترجع مطرح ما كنت. جراي يا سيل، جراي يا بيك انت، جراي ايه؟ بقى البيت يبقى بيتنا وتطردنا منه؟ معلش يا لوز. لا معلش ايه؟ وليه القسوة دي بس يا عم السيد؟ ليه القسوة؟ أنا قلتها كلمة، أنت تلم عذالك وترجع مطرح ما كنت. أنا رجعت بعد الدنيا ما مرمطتني. ارجعها تاني، أنت ناسي اللي جرالنا من تحت راسك؟ من تحت راس أنا؟ من قدمك النحس، ابعد عننا خلينا نعيش في حالنا. ما
مالوا حالكم يا اخويا؟ ما حالكم معدن والحمد لله، عايز اكتر من كده؟ يا عم خليك بعيد عننا بقى. يا جماعه استنوا نشوف ايه الموضوع بس. وعلى فينك يا اخي؟ يا اخي سيبنا في حالنا. حالك مالو هتلر منك له له واحده تحنيله، خد المشرط الحبيبي. اهدي نفسك بس يا ست الوالده. اهدي نفسي ازاي يا اخويا؟ ده انا طحت خلاص. بقول لك ايه، منك له 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 من غير سترار. اللي عاجبه الكحل يتكحل، واللي مش عاجبه من البلد يرحل. الباب قدامكم يفوت جمل. ولا ايه يا ست طلال؟ انا زهقت يا اخويا. مش كده يا سيسيكا؟ ده انا ما صدق. خلاص خلاص يا عم السيد، انا هروح للرصيف يرميني على رصيف، والحاره ترميني على حاره، عشان تبقى مستريح. الوداع الوداع يا عشاق الموسيقى. انا ماشي. استنى استنى يا اخي، بقول لك يا سيكا. نعم. خليه على مسؤوليتي انا، ان شاء الله لحد ما اسافر يا اخي واعمل فيه اللي انت عايزه. الف شكر الف شكر يا طلال. يا استاذ طلال الف شكر. اتفضلوا. السلام عليكم. يعني خلاص هقعد هنا يا ست الكل؟ الا تقعد، ده انت تقعد وتمدد وترفع. اقعد ونسني يا اخويا. الف شكر الف شكر يا ست لوز. انا مش عارف اشكرك ازاي يا لوز. انا مش عارف مش عارف انت مش عارف. انت احسن من، انت مش عارف احسن من 100 راجل. انت احسن من 100 راجل، صدقيني احسن من 100 راجل. ما تقطعش قلبي، ما تجيبش سيره الرجاله قدامي. برونتو سي. ايوه جميل سالم سي. ايطاليا معايا؟ برونتو سينيور فارابانسيو كوم ستاي. بيني 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 مولتو بيني. ايوه بلغ الكوماندا انه كله تمام. توتا بيني سي. المركب هتوصل قريب. لا 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 اطمن سي. تشاو تشاو بامبينو. كبير خلى واحد يكلمني من ايطاليا عشان يطمن. وقلت له ايه؟ طمنته زي ما انت طمنتيني بالظبط. انت مطمئن ولا لا؟ بصراحه لا. ليه؟ شوف يا سيدي، انا هريحك خالص، انا هطمنك خالص. الراجل اللي بدلنا معاه الشنطه بيشتغل مطرب مشهور قوي في مصر وفي العالم العربي. رجع مصر عشان يحيي ثلاث حفلات، واحده في اسكندريه، واحده في الاقصر، واحدة في الهرم. كل دي معلومات ما منهاش فايدة، المهم فين الشنطة؟ ازاي؟ ما المعلومات دي هي اللي هتوصلني للشنطة. أنت عايز تسمع ولا لأ؟ لا. ألا؟ برونتو.
سينيور. توتا باني كوماندا. سي طمن طمن كله جاهز. سي تشاو. سامع؟ سامع. تحب تسمع ولا لا؟ اسمع وبعدين. ده نازل في شارع محمد علي عند ناس اصحابه، عند واحده علمه اسمها لوزه. وبعدين يا لوزه؟ ولا قبلين. والشنطه هتيجي. هتيجي ازاي؟ هتيجي ازاي بقى؟ ده سيبها عليا انا. خلاص سبتها عليكي وامر لله. انا هوان ده حلم ان في ناس طالعة بتدور على السلم. ما كنتش بحلم. مفيش مفيش. أنا. نعم. على فين كده ان شاء الله؟ رايح اشوف لك الشنطة. ما انت جبت الشنطة قبل كده وطلعت في شيء. ما خلاص يا سيدي ريح نفسك واعتبر الشنطة بتاعتنا موجودة هنا. انا مش هعتبر. مش هطمن الا لما الشنطه توصل هنا فعلا. ما بلاش العصبيه دي. خلاص انا هطمنك. يا حبيبي يا طلال.
انت بنوح والكمان بتعبني يا زيني. استاذ طلال تليفون. رايح فين يا استاذ طلال؟ تليفون عشان ما تليفون عشانك. تليفون عشانك. تليفون عشاننا كلنا. استنى انت شوي. كملي يا لوزه. كلام لي على المعجبات. يا سلام يا استاذ طلال، انا كان عليا شويه معجبين ما كانش اخترعوا التليفون لسه. ايام ما كانش غير العربيات الكوبيه بقى اللي يركبوها كده، والعمده من دول ومن دول شنباته كده يقف عليها الصقر. يا ابلة التليفون مش ليك، ده للاستاذ طلال. ما انا عارفه يا اختي انه للاستاذ طلال. ومالك مزروده كده يا شابه؟ هو انا ما كانش ليا معجبين؟ استنى ما اخلص كلامي. الحب جميل اللي وقع فيه. خد يا اخويا معجبات. الو، اتقل الرز شيط. ايوه مين يا فندم؟ حضرتك الاستاذ طلال؟ أنا واحدة ما تعرفهاش. إحنا اتقابلنا صدفة. صدفة إزاي؟ أصل في خطأ حصل. يمكن تكون صدفة خير من ألف معاد. طبعاً طبعاً. ليك عندي أمانة. وأنا ست أمينة. أحب أرد الحاجة لأصحابها. مش الأصول بيقول كده برضو؟ طب أنت ليك عندي شنطة. تبقى شنطتك هي اللي عندي. طب اروح لك ازاي؟ ايه اللي تروح لها ازاي؟ تركب الهواء، تركب طياره، تركب توربين، تمشي حافي، تركب. يا ابلة يا ابلة مش كده، هيروح لها. يروح لها يا بنتي. الله، اسكتي يا حبيبتي، ظروفنا صعبه والعمله صعبه في قلب الشنطه. ابلة استني بس. طب نسمع بعد ساعه. فين؟ عرفتها. لا طبعا انا عارفاك كويس قوي. ولا اقول لك، البس البدله البيضه اللي انت كنت لابسها في المطار. ها؟ بعد ساعه بالظبط. خلاص باي. خير يا استاذ طلال؟ عملتوا ايه؟ ايه يا استاذ؟ مش هتتعب يا عم زيد، النوى جايه بعد ساعه. الحمد لله. هنعمل حفله اسكندريه وان شاء الله تطلع زي ما انا عايز. ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي. هقوم انا اغير عشان ايه اروح الميعاد بسرعه. اتفضل. اجي معاك عشان اعرفك السكه. ايه تروح معاه؟ انا رحت فين؟ لا لا خليك، انا لوحدي ممكن اعرف. خلاص اجي معاك، انا اسوق لك العربيه. لا يا ابو علي تتعب، انا اتعب بدالك. يعني يا جماعه مش عايز اتعبكم. يخترب بيتك يا غالي. يا سلامة. يا سلامة. انا جبت الشنطة؟ عيب يا حبيبتي. ما يجيبها إلا حناء الحلوة. برافو عليك، برافو عليك. الله، وحشاني، وحشاني قوي. دلوقتي بقى تبقى العملية اتضمنت. اعملوا حسابكم، تستعدوا من دلوقتي. هنسافر اسكندرية نخلص عملية مقبرة الإسكندر الأكبر وتوت عنخ آمون. اوكي. الشنطة فاضية. فين الشنطة؟ ما قدامك اهي. بقول لك الشنطة
اتغيرت. الراجل ضحك عليكي وغير الشنطه. ازاي؟ ازاي؟ انا اللي هسأل ولا انت؟ طيب انا هعرف اجيب الشنطه منه. انا بقى اللي هجيب لك الشنطه. وريني هتعمل ايه؟ ثانية واحدة هتشوفي. ايوه الاستاذ طلال. لو سمحت يا استاذ طلال انا عايزك في حفلة. حفلة صعبة جدا. لا لا دي حفلة مهمة جدا. ده في ناس كبار قوي مرشحينك للحفلة دي. مش عارف اقول لك ايه بصراحة يعني. الخميس. طب لو سمحت اديني فرصة افكر. فكر على مهلك. بس لازم تيجي. ارجوك لازم تيجي. مع السلامة يا حبوب. شكرا يا فندم. ايوه. صباح الخير يا استاذ طلال. صباح الخير، اتفضل. مالك يا استاذ طلال؟ في حفلة مش عارف، مطلوب حفلة كبيرة يعني، مش عارف اعمل ايه. طب وفيها ايه؟
حطينا ايدينا على اول خيط في العصابة. اولا عرفنا ان طلال عضو هام في العصابة. ثانيا صاحب الفيلا اللي دخلت فيها هناء ده 100% يا الراس الكبيرة يا عضو هام في العصابة. فلازم نعرفه. ايوه يا فندم احنا حطينا عليه مراقبة مشددة. مش هو مش كفاية. احنا عايزين على الفيلا كمان. نعرف مين اللي داخل منها. مين اللي طالع. لازم نعرف كل الشخصيات. لازم نحصر افراد العصابه في اقل فتره ممكنه. اشرف هيكون مكاني اليومين الجايين عشان انا ومجدي وشريف هنسافر اسكندريه مع طلال وفرقته في الحفله اللي هيعملها هناك. السفريه دي يا جماعه هتفتح لنا حاجات كتير. ربنا يسهل. ثانيه واحده بعد اذنكم هكلم وصي بيه. اتفضل. ايوه بسي اديني وصف بيه. مساء الخير يا سعادة الباشا. مساء الخير. أنا المقدم أحمد مختار يا فندم. أهلا بيك يا سعادة الباشا. من فضل حضرتك كنت عايز مشاهدة المهربين بتوع الآثار اللي عند حضرتك. لا ده مجرد ساعة للاطلاع وهرجعهم لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. أيوة يكونوا عندي حالا من فضلك. شكرا جزيلا. مع السلامة يا فندم. يا جماعة اوعوا تنسوا انا بالنسبة لكم حسن نهواند. انا بالنسبة لكم مين يا جماعة؟ حسن نهواند. اوعوا تنسوا. وانت يا اشرف اتصل بمديرية امن اسكندرية وخليهم يعملوا الاحتياطات الواجبة. وما تنساش تبلغ مباحث الاثار والسياحة يعملوا اللي احنا اتفقنا عليه. حاضر. خلاص يا جماعة كل واحد عارف دوره؟ ايوه ايوه. ربنا يوفقنا كلنا ان شاء الله. على فكرة يا نوقة احنا لازم نسافر اسكندرية. امتى؟ في اقرب وقت. بقول لك ايه يا حوده؟ نعم. انا عاوز اوصل لحل والفرقه دي هنا. طب ما تقول لي انت عايز ايه يا جميل بيه وانا تحت امرك. عايزين نعرف مكان المقبره اللي فيها اسرار الاسكندر الاكبر. ما انا قلت لك يا جميل بيه لازم وجود الخريطه. طب لو فرضنا ان الخريطه دي مش موجوده ما تقدرش تعرف مكان المقبره؟ الحكايه دي لو كانت زمان كان ممكن، انما دلوقتي بوليس الاثار مفتح عينه قوي. طب بقول لك ايه؟ خد دول بشرق بيهم نفسك وحاول معانا شويه. انا ما اقدرش اعمل حاجه وما اديش وعد من غير ما انفذه. الحاجه اللي اقدر اعملها هعملها. لازم الخريطه. ادخل. تعالى يا ست شوفي محمود بيقول ايه؟ ايه في ايه؟ بيقول ايه؟ عايز الخريطه. ليه؟ من غير خريطة مش هنعرف أسرار المقبرة؟ هي كلمة واحدة، الخريطة موجودة أنا تحت أمرك يا جميل بيه. الله الله الله، أنت زعلت ولا إيه يا حودة؟ أنا أصل ما أحبش الكلام الكتير. معلش إديني فرصة لغاية الليل وأنا هتصرف. على العموم أنت عارف مكاني، أما تتصرف يبقى اتصل بيا. على إذنك. أديك سمعتي، لو الخريطة مش موجودة العملية هتبوظ، وساعتها الكوماندا اللي هيسيبني ولا هيسيبك. خلاص اديني الفرصة الليلة دي وانا هجيب لك الخريطة. ماشي. ايوه يا الهام انا طلال. بلغ الفرقة يكونوا بعد ساعة بالظبط في مكان البروفة. راقصين وراقصات. شكرا مع السلامة.
ظابط بوليس جاي يراقبنا. طب انا هعمله ايه بقى؟ مش انت اللي هتعملي، انا اللي هعمل. هتعمل ايه؟ هننزل مصر حالا دلوقتي. دلوقتي؟ يلا بينا. ايوه يلا. يلا بينا. انا عايزكم تراقبوا اللوكان ده كويس. في اكتر من عصابه بتسرق الاثار بتاعتهم. انت يا رأف عايزك تراقب طلال كويس جدا جدا جدا، وانت سايب الفرقة الموسيقية كلها تراقبها، اي حد يتحرك كده ولا كده لازم تكون وراه. اما انا فهراقب البنت اللي شفتها في الاوضه. ايوه مساء الخير. انا وصلت من الحفله لقيت الاوضه متبهدله ومش فاهم يعني ايه الموضوع. نعم يا فندم. كان حد فتش في حاجاتي فعلا الحاجات متفتشه كلها. تمام ميرسي يا فندم. يلا نفذ اللي قالك عليه الكوماندا يا ابو حميد. حاضر يا ريس. اوام اوام.
ايوه متأسفين على ازعاجك. خير ان شاء الله. في واحده في المستشفى عايزه تشوفك ضروري. طب ده وقت الصباح رباح. واحده لوحه مرميه على شط الدرع بين الرياح والهواء، عايزاك ضروري، في حاجه مهمه جدا. طب ممكن حد يوديني عندها؟ طبعا يا فندم. شكرا. الو. ايوه طلال دلوقتي نازل من الفندق. ايوه تروح وراه تشوف راح فين، تكلمني المكان اللي انت فيه، مستني تليفونك. يلا مع السلامه. انا جيت. اتفضل اقعد اتفضل. ايه حضرتك مش فاكرني؟ انا شفتك فعلا قبل كده بس مش عارف فين. انا اللي جبت لك الشنطه فاكر؟ مش قلت لك ان احنا هنتقابل تاني؟ وايه اللي عمل فيكي كده؟ انت. انا؟ ايوه انت. انا ازاي؟ فاكر حضرتك الشنطه اللي خدتها؟ اه. الشنطه دي بتخص عصابه كبيره قوي لتهريب الاثار، وانا واحدة من العصابة دي. طب ما انا رجعت الشنطة. ايوه حضرتك رجعت الشنطة، بس الشنطة كانت فاضية. فاضية؟ ايوه فاضية، بس مش ده المهم. امال في ايه؟ العصابة عايزة اللي في الشنطة. اوعى تديها لهم. الاحسن يحاولوا يقتلوك زي ما عملوا معايا. دول رموني من العربية. حاسب على نفسك ارجوك. قد كده خايف عليا؟ كفايه لحد كده، لازم تستريح. استاذ طلال يا ريت تبقى حضرتك تيجي تزورني، انا لوحدي هنا. انا ممكن اجي لك كل يوم بس ما تزهقيش. لا وخلي بالك من نفسك. اوكي مع السلامه. يا فندم. مساء النور. ايه الاخبار يا رأفت؟ الاخبار كلها في الورد يا فندم. اسمها هناء مصطفى، مصريه عايشه في باريس، بتشتغل في مكتب استيراد وتصدير. لقوها مرميه على شط الترع. التشخيص مصيبه. مش مهم التشخيص، المهم تلرح لها. هي اللي طلبته. هي اللي طلبته. يبقى انا دلوقتي اتاكدت ان طلال عضو كبير قوي في العصابه دي. يا جماعه انا عايزكم تفتحوا عينيكوا عليه كويس قوي، اوعوا يفلت من ايدينا. الو ممكن اتكلم الاستاذ طلال؟ حضرتك انا هناء، هناء بتاعت الشنطه. بس انا برضو زعلانه منك. مش حضرتك وعدتني انك هتزورني؟ خلاص سماح المره دي. بكره خلاص هستناك. سيبيني دلوقتي يا مزمزيل. لا مش شايفاني بلا حنز. يا حسن ما شفتش طلال؟ طلال هيكون راح فين؟ تلاقيه في اوضته طبعا. لا انا سالت عليه في الاوضه قالوا لي نزل من بدري. نزل من بدري؟ ايوه. باذنك. لا حسن يا حسن انت بتجري كده ليه؟ صباح الخير. صباح النور. هايل جدا. لا بس انا برضو زعلانه منك. زعلانة ليه؟ يعني لازم اكلمك بالتليفون عشان تيجي تشوفني. انا فكرت كتير ان انا اجيلك بس كنت متردد وما شجعنيش الا التليفون ده. عشان كان نفسي اشوفك. وانا كمان. صحيح من ساعة ما شفتك وانا حسيت. حسيت بايه؟ حسيت بحاجة بتشدني ليكي.
طلال. صحيح انت الشنطة. شد حيلك بقى عشان اسمعك لحن جديد. هي الغنوة بتقول ايه؟ في عينيه السما والكون والبحر ان كان مجنون، في عينيه الليل حواديت يا حبيبي يا احلى عيون.
رحت ليه؟ ميعاد السفر خلاص. انا مش مسافر. مش هتسافر؟ ليه؟ من غير ليه؟ يا جماعه اذا كنتوا عايزين تسافروا اتفضلوا. نتفضل ازاي ونسيبك لوحدك؟ ده كلام. انا هقعد شويه وهنزل ان شاء الله. والحفلات؟ تتاجل. مستحيل. مستحيل اسيب الناس اللي وقفوا جنبي في الحاله اللي هم فيها. يعني ايه؟ ان شاء الله مش راجع الا بيها. عاوزينك تغني لنا والحلوه دي ترقص لنا. عنها مش حاسبها يا جميل الا لما سمعنا صوتك. يا اخي بقول لك ايه؟ طب سمعنا صوتك. اهلا يا بنت حسب الله. عدلها لي والناس نايمه عشان ما تشوفش خبت فيكم. القهوه يا دوبه. القهوه يا هات يا حبيبتي. عملوا القهوه منها من عماهم وقالوا الخير جاهم ادوقها. سادك يا تكنيله. عملت ايه يا رومل؟ دورنا عليهم في كل حته. اي أيوة والله فص ملح وداب. سالتوا عليهم في المطار؟ سالتوا على العربيه فين؟ ده نزلت بقى من كل سؤال. لا حد ولا خبر. انا اللي محيرني اختفاء حتى النهوان. نهوان نهانيه يا ترى انت فين يا مرزوق؟ انت يا حسب الله. انت يا بار ما تكلمنيش عملت ايه؟ أنا متأكد هو اللي خطفه. أيوة ده ناجل النصاب. أنا قلت كده من الأول. راح راح راح. إيه خد عقلي وراح. ده أنا اللي صوته راح من بعدك كده هوت. أمال هو اختفى ليه؟ نفس اللي حصل يوم ما اتقبض على الأستاذ محمود القانونجي. اختفى فص ملح وده. أنا هبلغ البوليس. لا بلاش البوليس يا سيكا. أنا هبلغ البوليس بإنه هو اللي خطفهم عندن. ولا جت نهايتك يا نهاوند؟ أنا هروح البوليس وأقول على كل حاجة. حسن نهاوند قال على رأي الماسب يا ما تحت الساهي دواهي. لو طالتك إيديا يا نهاوند هعملك نهي من غير وند. فين يا ابني مكتب حضر ضابط المباحث؟ احمد بيه مختار. انا بقول ضابط المباحث. ما هو احمد بيه مختار. عايزينه ليه؟ لا بقى مش عايزينه ليه. دي مساله خطيره جدا. مساله حياه او موت. السفاح حسن نهوان عايزين يقبض عليه. سيادته عامل اجتماع عشان كده. طب حضرتكم مين؟ نعم
حضراتكم مين؟ في حد ما يعرفش الأستاذ سيد سيكا وحسب الله الحاجي والعشرين؟ سلام. طب لحظة واحدة. اتفضل. ايه ده؟ ما التقرير قدامي اهو يا فندم. تمام يا فندم. حاضر يا فندم. مع السلامة. في ايه يا مباشر؟ في واحد بره اسمه سيد سيكا وعبد الله الحادي والعشرين. سيد سيكا وحسب الله الحادي والعشرين. ايوه. ما تعرفش عايزين ايه يا مباشر؟ بيقولوا في حالة خطف وسفاح ظهر جديد. طب خليهم يدخل. حاضر. اتفضل. قلت له الاستاذ سيد سيك المايسترو وحسب الله الحادي والعشرين. ايوه اخويا قلت له اتفضل. اتفضل. الحاله تعدي بيه الخطاب. الحاله تعدي بيه الخطاب. مين هو ده؟ حسن عواد يا سعاده البيت. انتوا متاكدين انه حسن عواد؟ طبعا متاكدين يا سعاده البيت. هو اللي سرق المطرب والهان وانا. ما تقول له يا مايسترو. كلامه صح، هو يا سعاده البيت. طب وايه اللي خلاكم متاكدين انه هو اللي خطف؟ اصله له سوابق معانا يا بيه. في الخط؟ لا يا سعاده البيت، في النصب والاحتيال. هو يعني انتوا متاكدين انه هو؟ هو هو. لا مش هو. لا هو. لا مش هو. لا هو. هو هو. لا مش هو. لا مش هو. هو. أطلع. مالكم مرعوبين كده ليه؟ ما هو يا سعادة البيت. انا المقدم احمد مختار. يا نهار اسود. يا يا لهوي. يا سلام، ده شبه سعادتك الخالي الماطي يا سعادة البيت. فولة يا سعادة البيت وناسة ما تبصيش. ما تخافوش يا جماعه، انا برضو حسن نهوان. امال ايه اللي خليك تقمصت شخصيه مفتش التمويل، قصدي مفتش المباحث؟ انا مش متقمص شخصيه ضابط المباحث ولا حاجه، ما قلت لكم انا المقدم احمد مختار. وعلى فكره انا دخلت عندكم مرتين، المره الاولى من 4 سنين لما قبضت على الموسيقار محمود الانونجي اللي كان قاتل مراته، والمره الثانيه عشان اقبض على طلال وعصابته. وقبضت عليه يا سعاده البيه؟ لسه، لكن هقبض عليه. ده اختفى يا سعاده البيه ومعاه بنت. طب ما يكونش هو اللي اختفى. وهيخطفها ليه يا سعاده البيه؟ انت تعرف الراجل ده من زمان؟ هو مش من زمان قوي، بس هو راجل طيب ومش بتاع الحاجات دي، وراجل مشهور مشهور وراجل حلو قوي. يعني انت بتثق فيه يا عم سيكا؟ قوي قوي قوي. كده هتخليني اغير وجهه نظري في القضيه. انا كنت فاكر ان طلال ده هو رئيس العصابه، لكن كده لازم اعيد حساباتي تاني. على العموم دلوقتي احنا لازم نروح البيت عندكم 100%. هيتصلوا بيكوا عشان يقولوا على مطالبهم. اهلا 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 بالحبايب. اهلا سطلال، لابسلي شبيكه. وانت ايه اللي جابك معاهم يا حلوه؟ بلاش. وانت لسه عايشه يا نحنوحه؟ للاسف مش حاضر اتصرف معاكي، لأن أوامر الكوماندا الكبير إنك تسافري لإيطاليا عشان هو يصفي حسابه معاكي. ما هو نحنوح زيك وقلبه حنين عليكي. دلوقتي أنا عايز أفهم، أنتوا عايزين مننا إيه بالظبط؟ هنعوز منكوا يا أخ، ما تسألها. الأستاذة عارفة، مش كده ولا إيه؟ ولا ناوية تاخدي العملية لحسابك ولوحدك؟ ما تردي هناك. في إيه بالظبط؟ امشي أنت بعيد. أقعد. لا. أرجوك تخلصينا، أنا عندي حفلة بكرة. مش ممكن، مش ممكن. اسمعي، إذا ما اتكلمتيش هضطر أخالف أوامر الكوماندو الكبير وأفرغ الرصاص في نافوخك. أنا هعدي من 1 لـ5 هات أبو علي طبنجة. اتفضل. 1 2 3 4 5. لا لا، أنا هتكلم.
اتكلم يا حلو. لا 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 ما تقوليش اي حاجه، ما تقوليلوش اي حاجه. ده ايه الشجاعه اللي نزلت عليك دي يا نحنوح؟ اكمن الكوماندا متمسك بيكي، لكن لا هتتكلمي ولا لا؟ انا مش عايز اضيع وقت. لا سيبها انا هتكلم. لا ما تقوليش. انتوا عايزين الشنطه اللي فيها القلاده والخريطه مش كده؟ ايوه حلو. الشنطه معايا. معاكي فين اروح اجي؟ في البيت، سيبوني وانا اروح اجيبها واجي. نسيبك؟ انت فاكرانا سوزه يا بت؟ قولي لنا مكانها فين واحنا نجيب ابوها. ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ طيب في تليفون هنا؟ وبعد التليفون انا هكلمهم يجيبوا لكم الحاجه هنا لحد المكان اللي انتوا عايزينه. كده؟ ماشي. ورا يا معلم. ماشي. والله انكتب لك عمر تاني يا نحنوحة يا ام سبعة ارواح. وانت يا حلوة تعالي هنا، حسك عينك تتكلمي معاهم كتير. هي بس تكلميهم عن الشنطة وبس، وتفهميهم يجيبوه عند كوبري قصر النيل، وقولي لهم لو بلغوا البوليس طلقة واحدة هخلص عليكي. وانت خسارة يا جميل. تعالي. حاضر حاضر. تعالي ما تخافش. تعالي. الو مين؟ بابا. الهام بنتي. حبيبتي. انت بتكلمي منين يا بنتي؟ العصابة خطفانا يا بابا. انا الو الو الهام بنتي، انت بتكلمي منين يا بنتي؟ ها الثقة انقطعت يا ربي. الو. ايوه ناصر، عرفت المكالمة منين؟ النمرة دي في بيت 18 حارة الأغوات بالقلعة. أيوه يا ناصر. إديني أشرب بيت. أيوه يا عشر، بقول لك إيه؟ خد العنوان اللي عند ناصر واطلع القلعة. وما تتدخلش في حاجة وما تعملش أي حاجة لغاية لما أجي. أيوه العنوان معاه. يلا على هناك على طول. أنا مش عايز حاجة من ربنا غير بنتي ترجع لي سليمة. أرجوك أرجوك يا نهواندا، قصدي أحمد بيه. طيب ما تقلقش يا سيدي، على إذنكم يلا بينا يا جماعة. إيه؟ مين فيكم بقى يحب يموت الأول؟ أنا، اقتلني أنا. لا يا نحنوحة، خليك أنت الآخر أطيعك. وأنت كمان خسارة في القتل، اللهم صل على النبي. يبقى الدور عليك أنت يا حلو. لا لا، أنا هجيب لكم الشنطة، هجيبها. ألعاب غيرها شاطرة، خليك أنت الآخر عشان عايزك. يلا حبيبي اتشهد على روحك. Yeah.
ككوماندر.